بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعة معاكم النهاردة دكتورة سارة محمد نجيب عبد الحافظ، استاذ مساعد قسم الهيستولوجي. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الريسبيراتوري سيستم. تمام، طيب هنبتدي يا جماعة مع بعض. هنتكلم عن الايد هنبتدي نتكلم مع بعض عن الـ respiratory system، وهنشوف مع بعض هو ده بيتكون من ايه. تمام، شغل بس مع بعض. بدل الـ respiratory system اللي موجود عندنا بيقسموه يا جماعة إلى جزئين، بيقسموه إلى جزء بسميه conducting portion، conducting portion، والجزء التاني بسميه respiratory portion. من اسمها اول جزء بسميه conducting، جاي من conduction، جاية من توصيل، هو جاست عبارة عن انبوبة هتوصل حاجة جواه. تمام، الconducting portion دوت اللي هو زي ما انتم شايفين ده respiratory system بتاعنا، الجزء اللي من فوق ده كله دوت اللي نسميه conducting portion، هو جاست انبوبة تيوب بتوصل حاجة من بره، اللي بيجي من بره بيدخل الاير، يبقى هي عبارة عن زي انبوبة ربنا خلقها بتدخل جواها الاير. تمام، اما الجزء الثاني بسميه respiratory portion، ده الجزء بقى اللي يحصل جواه ايه يا جماعه؟ الريسبيريشن. طيب هل ربنا خلق لنا الكوندكتنج بورشن كجاست انبوبه هيدخل منها الهواء وخلاص؟ لا، ربنا خلقها ليها وظائف ثانيه، مش مجرد ان هي انبوبه، لا دي ليها وظائف كتيره متعدده. الكوندكتنج بورشن بيساعد ايه؟ بيساعد في ايه؟ اول حاجه بيعمل فلتريشن للاير اللي داخل، الهواء اللي داخل بيفلتره، احنا مش عايشين في جو معقم، يعني اكيد الهواء اللي احنا بنتنفسه في داست بارتكلز، في بكتيريا، في فيروس، في اي حاجه مش كويسه. فالكوندكتنج بورشن بيساعد سيرفيس، ان هو بيساعد بيعمل فلتريشن للهواء اللي داخل، مش كده وبس، ده بيساعد يعمل وورم للهواء اللي داخل. احنا في الشتاء اللي درجه الحراره ساعات بتوصل 4 و5، لو الهواء الساقع ده دخل جوه جسمنا تبقى في مشكله، لكن سبحان الله تلاقي ان الكوندكتنج بورشن ده بيظبط درجه الحراره عشان تناسب درجه الحراره بتاعه الجسم اللي هي 37. بيعمل ايه كمان؟ بيلطف الهواء اللي داخل، بيرطبه او بيلطفه. خلاص، طيب بيتكون من ايه الكوندكتنج بورشن ده؟ بيتكون من النوز زي ما انتم شايفين، هننزل شويه نلاقي في النيزل كافيتي، خلاص هننزل شوية هنلاقي الفارنكس، هننزل شوية هنلاقي اللارنكس، هنلاقي بعد كده التراكية، وبعد كده البرونكوي، وفي الاخر هنلاقي الايه؟ البرونكيو. طبعا البورشنز دي كلها انتوا عارفين طبعا معناها بالايه؟ بالعرض. تمام، يبقى اول حاجة خلصناها الكوندكتنج بورش، يبقى هي عبارة عن جاست انبوبة بتظبط لنا الهواء اللي داخل، بتفلتره، بتعمله وورمنج، وبتظبط الايه؟ بتعمله زي ايه؟ بيعملوا هيموديفاي، يعني بيرطب الجو اللي الهواء اللي بيدخل. تمام، طيب شفت بقى على الجزء الثاني اللي بسميه ريسبيراتوري بورشن. ريسبيراتوري بورشن دي جزء سهل جدا، من اسمها ده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ريسبيريشن، يعني بدخل الاكسجين هيدخل من خلاله وهيطلع من بره ايه؟ كربون دايوكسيد. تمام، يبقى الريسبيراتوري بورشن او بيحصل جواه الجاز اكتشينج ده عبارة عن أنبوبة، هي بصراحة بتبقاش أنبوبة، بتبقى عاملة زي سيكس زي البلالين كده، حاجات مليانة هواء خلاص، والوول بتاعها بيبقى سن، عاملة زي البالونة بالظبط، الوول بتاعها سن وهواء خلاص، مسؤولة عن الجاز اكتشينج. عبارة عن ايه؟ برونكيول، عبارة عن الفيولار دكت، ساك الفيولار. ايه ده؟ هو البرونكيول ديت يا دكتورة مش قلتلنا ان ده conducting portion؟ لا، البرونكيول دوت عبارة عن حاجتين، في جزء منه بسميه conducting bronchiole الهواء يمشي فيها وخلاص، وفي جزء تاني بسميه respiratory bronchiole اللي من خلاله يحصل ايه؟ respiration. تمام يا جماعة، يبقى في جزء انبوبة هندخل فيه هواء، وجزء تاني هنعمل فيه gas exchange. تمام، تمام. طيب هنبتدي بقى يا جماعة نتكلم اول حاجة على النوز او النيزل كافيتي. النوز او النيزل كافيتي
النزل كانت دي يا جماعه اول حاجه بنبص بيها حاجه الاستراكشر بتاعها او التركيب. لو انا خدت النوز ده وبصيت عليه تحت الميكروسكوب، خدت فيه زي كروس سيكشن مقطع كده وبصيت عليه تحت الميكروسكوب، هو كافيتي عباره عن تجويف. التجويف ده اول طبقه بتبطنه من جوه لازم بيبقى فيه ايبيثيليوم. فاكرين زمان لما اخدتوا الايبيثيليوم كنا بنقول اي تجويف في الدنيا لازم ياخد طبقه من جوه من الايبيثيليوم؟ طيب يبقى اول طبقه من جوه اللي هو الايبيثيليوم بيبقى تحتيه شويه كونكتيف تيشو، هسمي الطبقه دي ميكوز. يبقى النيزل كافيتي التجويف ده هياخد طبقه من جوه، اول طبقه من جوه بسميها ميكوز، اول طبقه من جوه بسميها الميكوز. الميكوز دي يا جماعه لقوا ان هي عباره عن ايبيثيليوم، اول طبقه فيها الايبيثيليوم. تمام، الايبيثيليوم ده لقوا جوه النوز الايبيثيليوم ده في نوعين مختلفين. ايه ده؟ يعني النوز كلها اللي عندنا مش كلها ايبيثيليوم واحد؟ لا مش كلها ايبيثيليوم واحد، ده في نوع من الايبيثيليوم مختلف عن التاني. الجزء اللي من بره في النوز بتاعنا اللي من بره اللي هو فاتح على الهواء من بره بسميه اوتر ريجن، الجزء اللي من بره من النوز ده عباره عن فيستيبيول يعني كافيتي، بيبقى لايند بايبيثيليوم يستحمل بقى الجو اللي بره، ايبيثيليوم قوي لو ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. خلاص، الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم ده يا جماعه بيبقى عامل جرادوال ترانزيشن من الكيراتينايزد للنون كيراتينايزد. يعني ايه؟ يعني النيزل كافيتي دي لو انا طلعت بره شويه هقابل الايه الكيراتينايزد ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. يبقى النوز الجزء اللي من بره خالص خالص ده عباره عن ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم كيراتينايزد. هدخل جوه النوز شويه هلاقي ستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم نون كيراتينايزد. تمام، يبقى النوز الجزء اللي من بره في النوز يا جماعه ده عباره عن انتيرو ريجن. هدخل لجوه شويه في النوز جوه تاني هلاقي بس بيدوله اسم بسميه بوستيرو ريجن، بوستيرو ريجن او الجزء اللي من جوه. الجزء اللي من جوه في النوز بتاعنا بيقسمه سب ديفيجن تاني الى جزئين، في حاجه بسميها اوليفاكتوري بورت، دي من اسمها سهله جدا ان هي بتبقى اللايند بالاولفاكتوري ايبيثيليوم. وبرده نقدر نتوقع ان الاولفاكتوري ايبيثيليوم ده اللي مسؤول عن الايه؟ الشم. انت لما بتيجي تشم من النوز ما بتشمش من الجزء اللي من قدام، انت بتشم من الجزء البوستيرور بارت اللي من جوه او الاولفاكتوري بورشن، الاولفاكتوري ايبيثيليوم اللي موجود من جوه ده اللي مسؤول عن الايه؟ عن حاسه الشم بتاعتك. تمام، في جزء بقى تاني بيسموه ريسبيراتوري بورت، هم الصراحه سموه ريسبيراتوري بورت عشان بيبقى lined بسودو ستراتيفايد كولامينر سيليتد ويز جوبليت سيلز. تمام، الحاجه الثانيه سموه ريسبيراتوري ملوش دعوه بالايه؟ بالسميل عندنا، ما ملوش دعوه بالايه؟ بحاسه الشم عندنا. تمام، يبقى البوستيرور بارت اللي موجود في النيزل كافيتي يا جماعه لقينا عباره عن جزئين من الايبيثيليوم، جزء عباره عن اوليفاكتوري ايبيثيليوم والجزء الثاني ريسبيراتوري ايبيثيليوم. يجي سؤال بسيط كده، ايه الايبيثيليوم اللي بيميز الريسبيراتوري سيستم؟ او يجي لك سؤال يقول لك الريسبيراتوري بس كومبليت الريسبيراتوري سيستم الريسبيراتوري ايبيثيليوم عباره عن ايه؟ مهم جدا، سودو ستراتيفايد كلامينر سيليتد ايبيثيليوم ويز جوبليت سيلز. تمام يا جماعه، يبقى ده بالنسبه للنوز او النيزل كافيتي عباره عن الجزء اللي من قدام وده الجزء الايه يا جماعه اللي من ورا. طيب تحت يا جماعه الايبيثيليوم، فاكرين زمان لما كنا بنشرح نقول الايبيثيليوم ده نسيج غلبان جدا وفقير جدا ما يقدرش يعيش لوحده لانه ما فيهوش ايه اوعيه دمويه، لازم ربنا خلق له في طبقه تحتيه تمد له بالغذاء. الطبقه اللي تحتيه دي يا جماعه سميناها ايه؟ لامينا بروبريا. الطبقه اللي تحتيه سميناها لامينا بروبريا. بتعمل ايه لامينا بروبريا؟ بتقول ان هي فيها الاوعيه الدمويه اللي هتغذي الايه؟ الميكوزا او الايبيثيليوم. تمام، اللامينا بروبريا ديت زي ما قلت لك ده كونكتيف تيشو. اقول كلمه كونكتيف تيشو يبقى هحط بقى الكلام، هحط بلاد فيزلز، هحط ليمفاتيك، هحط نيرف فايبرز. تمام، الاقي في اللامينا بروبريا بتاعه النوز بلاقي فيه هير فوليكل، مش بنلاقي فيه زي شعر صغير كده في النوز عندنا، الهير فوليكل دي اللي بتبقى موجوده في اللامينا بروبريا بتبقى موجوده في الانتيرور بارت بتاع النوز بتاعنا. خلاص، وموجوده برده في السوبرفيشال بارت من الجزء الايه اللي من ورا عندنا. خلاص،
وبيسميه فايبريسا اللي هي الايه الشعر الصغير اللي موجود في النوز. تمام. في برضو يا جماعة حاجة كنت عايزة اقول لكم عليها، ان اللامينا بروبريا برضو لقوا ان موجود فيها مجموعة من الجلانس، الجلانس دي اللي موجودة بنسبة كبيرة وبتكتر كل ما نروح ناحية الأوليفاكتوري إيريز. كل ما اروح ناحية الأوليفاكتوري إيريز الاقي الايه الجلانس دي، الجلانس دي بتطلع سيكريشن بسميه سيروس سيكريشن، والجلانس دي بتبقى مميزة شوية وعشان كده هديها اسم مميز بسميها باومانس جلاند، بسميها باومانس جلاند. يبقى هي الباومانس جلاند دي عبارة عن جلاند موجودة في اللامنا بروبيا بتاعت الأوليفاكتوري إيريا أو في النيزل كافيتي عموما، بس تبقى كتيرة ناحية الأوليفاكتوري إيريا. تمام، وبتبقى إيه يا جماعة عبارة عن سيروس جلاند. تمام، برضه يا جماعه عايزه اقول ان حته بس ليها كلينيكال ابلكيشن، ان الناس اللي بتدخن بطريقه يعني هيفي، الناس اللي بنقول عليهم هيفي سموكر، كانوا بيدخنوا كتير كتير كتير، تلاقي التدخين الكتير ده بيبقى اتاك ريسبيراتوري ايبيثيليوم بيبوظه. تمام، بس من حسن الحظ ان احنا عارفين قبل كده ان الريسبيراتوري ايبيثيليوم ليه قدره ليه ابيليتي كبيره يحصل له ريجينريشن، فمفيش مشكله ان لو الشخص دوت هيرجع في التدخين او هيبقى ستوب سموكينج هيبتدي ايه الابسيليم ده يحصل ريجنريشن. ده انا بتكلم على الليفل بتاع الابسيليم، لكن انا طبعا بقيت السيستم التانية هو وحظه بقى هل هو هتبقى ريكارنت ولا لا. تمام، او هتبقى ريفرسابل ولا ايرريفرسابل. تمام، طيب برضو في حاجة، في بعض امراض ابص الاقي السيليا نفسها اللي موجودة عندنا في التراكية او الريسبيرتوري سيستم او النيزل كافيتي بتبقى ايه موبايل، يعني ايه كلمه موبايل؟ ما بتتحركش السيليا دي، القوه بتاعتها في حركتها، بدل هي ما اتحركتش يبقى مش هتقدر تطلع علينا او تعمل تراب لاي فورين بارتكل طلع. ببساطه السيليا دي لما بيجي يدخل اي حاجه مش كويسه بتيجي تلزق على الميوكس اللي بيطلع من الريسبيراتوري جوبلت سيلز. تمام، الجوبلت سيلز تطلع ميوكس، الميوكس ده يعمل ستيكي كده بيلزق على الحاجة اللي مش كويسة، فورين بارتكل، داست بارتكلز، اي حاجة تلزق عليها، تيجي السيليا دي بتتعمل لها تراب تطلعها بره، الحاجة مش كويسة دي هنبتدي نطلعها بره الريسبيراتوري سيستم. فلو في بعض امراض هتعرفوها ان شاء الله لما تكبروا على خير اسمها الاموتايل سيليا سيندروم، ده سيندروم بيأتاك الايه السيليا. تمام يا جماعة، تمام. طيب هنتكلم دلوقتي يا جماعه عن الاولفاكتوري ايريا. لسه قلنا من شويه ان الاولفاكتوري ايريا دي هتبقى مسؤوله عن الايه حاسه الشم عندنا. خلاص، موجوده فين الاولفاكتوري ايريا؟ بتبقى موجوده في الرف او الروف بتاع الايه الروف اوف نيزل كافيتي زي ما قلنا من شويه، وبتبقى لايند بالاولفاكتوري ميكوز. تمام، وطبعا الاولفاكتوري ميكوز هيبقى تحتيها ايه شويه لامينا بروبري. بتتكون من ايه؟ بتتكون يا جماعه الاولفاكتوري ايريا دي من ثلاث انواع من الخلايا. اول حاجه طبعا هي مسؤوله عن حاسه الشم، يبقى ليها ايه سنسوري فانكشن. خلاص، هي بتبقى شكل الخلايا ديت بديها اسم بسميه اولفاكتوري نيورون، خلايا باي بولر. فاكرين شكل الخلايا الباي بولر يا جماعه؟ يعني بيبقى فيها دنترايت وبيبقى فيها اكسون. تمام، ليها من فوق ابيكال دنترايت ومن تحت فيها اكسون، الاكسون ده بيمشي معاه لغايه ما بيروح على البري. الخلايا النيورون سيلز خلايا ضعيفه شويه، بتبقى محتاجه حد يدعمها او بيديها سبورت، دي بنسميها سبورتنج سيلز او بسميها سنتيكولار سيلز. الخلايا دي بتبقى خلايا طويله شويه خلاص، وبتبقى ليها سبورت فانكشن. تمام، في النوع الاخير من الخلايا بسميها البيزل سيلز. البيزل سيلز بتبقى خلايا قصيره شويه، بتبقى موجوده ما بين الخلايا وبعضيها. تمام، الخلية دي يا جماعة بتبقى ليها ability عالية جدا يحصل لها division، يعني من الاخر كده البيزل سيلز دي بيستند كأنها ستمسل. يعني ستمسل يعني لو في خلية باظت من الفاكتور سيلز او supporting سيلز، الخلية دي بتتطوع وتعمل division وتتحول الى البايبولر سيلز او supporting سيلز.
طيب الكلام ده برضو عايزين نشوفه ازاي. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ادي ده النوز وده النيزل كافيتي. الروف بتاع النيزل كافيتي بتاعنا، النيزل كافيتي الروف بتاعه ده بسميه الاولفاكتوري اريا، اللي هي الحته دي خلاص اللي هي الاولفاكتوري، يبقى ده في الروف بتاعه الاولفاكتوري اريا، يبقى عرفنا المكان بتاعه. طب يا ريت برضو نشوف شكل الخلايا. ادي شكل الخلايا البايبولار سيلز، خليها لها دينترايتس من فوق وخليها لها اكسون. الاكسون ده هيمشي لغايه ما يروح على البريك. الخلايا دي ما بتبقاش واقفه لوحديها، بتبقى في خلايا في النص كده ما بينها، بتبقى سبورتنج سيلز. اوريك صوره اوضح اهي. ادي الخلايا البايبولر ليها دينترايتس من فوق وليها اكسون خلاص. البايبولار سيلز اهي، بايبولار سيلز خلاص، لازم ما بينها بتبقى في خلايا بتعمل لها دعامه بنسميها سبورتنج سيلز اهي خلاص. في خلايا بتبقى صغنونه ما بينهم كده بسميها الايه، البيزل سيلز، اللي بتبقى مسؤوله عن الميتوتيك ديفيجن. اي حاجه تكون من الخلايا دي تتطور تعمل ديفيجن وتكون. تمام يا جماعه، دي بالنسبه للاولفاكتوري اريا. في برضه يا جماعه حاجه عايزه اقول لكم عليها، ان الدنترايتس دي تركيبها بيبقى فيه معقد شويه مش بسيط. الدنترايتس بتطلع، احنا قلنا ان في حاجه اسمها باي بولر سيلز وفي سبورتنج سيلز صح. الدنترايتس دي بتطلع من السيرفس اللي فوق من الباي بولر سيلز وبتفضل ماشيه طالعه فوق، وبتنتهي بحاجه بنسميها اولفاكتوري نوب او بالب خلاص. من النوب دي او البالب بيطلع سيليا حوالي من 10 ل 12 خلاص، او من 6 ل 12 على حسب نوع الخليه. لو جينا شفنا الهيستولوجيكال استراكشر بتاع البالب دوت، بنلاقي ان في بيزال بودي، مايكروتوبيولز، مايتوكوندريا، سميس اندوبلازميك ريتيكول. تمام، ده بالنسبه للجزء اللي من فوق الدنترايتس. طب هننزل تحت نشوف الاكزون. الاكزون دوت هيبتدي يمشي في اللامنا بروبريا، وبعد كده هيروح على الكريبريفورم بليتس بتاعه الاسيمويد بون. كل ده احنا رايحين ناحيه الايه، البري. الاولفاكتوري سيلز دي يا جماعه زي ما قلت لكم مهمه جدا، وبتبقى فيها جولجي، بتبقى فيها رايبوسوم، سميث اندوبلازميك وراف اندوبلازميك ريتيكول. طب نشوف الشكل على الرسمه عشان تبقى اوضح. زي ما انتم شايفين ادي البايبولر سيلز تمام يا جماعه، دي الدنترايتس بتاعتها وده الاكسون تمام. ده طبعا اللي ما بينهم دوت هو الباونس جلاند، اللي بتبقى موجوده في اللامينا بروبريا، بتبقى موجوده في الايه، فاكتور اريا بنسبه كبيره. طبعا دي المايكروفيلات ده هتبتدي تطلع تديني دايليتيشن كده بنسميها الاولفاكتوري نوب او بال تمام. كل ده احنا رايحين ناحيه الايه، البري تمام. ده ببساطه شديده استراكشر بتاع الاولفاكتوري اريا تمام. هنا برضو يا جماعه عايزين نتكلم على النيزوفارينكس. النيزوفارينكس ده ابسط من البساطه، هو عباره عن ايبيثيليوم خلاص وتحتيه لامينا بروبريا اللي بنسميها الميكو. يبقى عبارة عن الميكوزا اللي موجودة في النيسو فاركس. زي ما انتم شايفين الابسيليوم ده كده، ده نوع من انواع الابسيليوم بنسميه سودو ستراتفايد كولامينار سيليتيد ابسيليوم ويز جوبليت سيلز تمام. اللامينا بروبريا لو حد يركز كده فيها ايه، هتلاقوا ده عبارة عن كونكتيف تيشو عادي جدا تمام. والكونكتيف تيشو ده بيبقى مليان بالجلانس زي ما انتم شايفين، جلانس الاقي سيروس، ميوكس الاقي، ميكس جلانس الاقي، كله ده بيبقى موجود. يبقى نيزوفارينكس عايزه صوت ترفيد الكلامين او هقول ريسبيراتوري بسيليوم، وتحتيه لامينا بروبيا فيها جلان بس بسيطه طبعا. هنا يا جماعه بقى بالنسبه لللارنكس برضو عباره عن زي التيبولار ستراكشر مسؤوله عن الكوندكشن اوف اير، هو انبوبه بيوصل جواها الاير، عباره عن برضو نفس الكلام فيها ميكوزا خلاص، ميكوزا يعني ابسيليوم. بس بصراحه الابسيليوم بتاعها مش قادره اقول سودو ستراتفايد كولامينار سيز جوبلي سيز، لانه في حتت بتبقى فيها سودو ستراتفايد كولامينار سيز جوبلي سيز، في حتت تانيه بتبقى لاينز بي ستراتفايد كويمس ابسيليوم. تبقى موجوده فين الحته دي؟ عاده بتبقى موجوده في الفوكال كورد، في الابيدلوتس، في الابر اريا اوف ذا لارنكس. يبقى مهم جدا ان الفوكال كورد في الابسيليوم لايننج بتاعه، الابسيليوم كفرنج بقى بتاعه، وبعد ستراتفايد كويمس ابسيليوم خلاص. طيب بالنسبه يا جماعه للامينا بروبريا بتاعت اللارنكس، ده عباره عن حاجتين، في عباره عن نوع من انواع الكونكتيف تيشو، بس الكونكتيف تيشو ده نوعين. في نوع بسميه دنس كونكتيف تيشو، ده اللي بيبقى ريليتد للفوكال كورد احبال الصوتيه،
وفي نوع تاني بيبقى دنس، وبيبقى فيه طبعا الميوكس والسيروس والميكس الجلاند العادية بتوعنا. تمام، خلصنا الميكوزا، ندخل على الماسكلوزا. الماسكلوزا دي مصل ليه؟ برضو بقول ان الجزء المختلف فيه حاجتين مختلفتين، الجزء اللي من جوه بيبقى بيتكون الانر بارت من الماسكلوزا، بتبقى اكتر شويه من اللارنكس، بتبقى فيها نسبه كبيره من الكارتليج. طب نوع الكارتليج ده بيبقى هايلاين كارتليج، وشويه صغيرين من الاستيك كارتليج. طبعا الكارتليج ده لازم هيبقى موجود ما بينهم حاجه بسميها كونكتيف تيش، بيبقى دينس كونكتيف تيش. طب امال الجزء اللي من بره ده بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن سكيليتال ماسل. سكيليتال ماسل يبقى الجزء اللي من جوه ده عباره عن ماسل بس مليانه بكم فيها نسبه كبيره من الكارتش، هلان كارتش، لكن بره بتبقى سكيليتال ماسل. خلاص، ما بتبقاش سموث، بتبقى سكيليتال ماسل. تمام، برضو هنا يا جماعه عايزه نقول ان التركيه، تمام، احنا لسه لغايه دلوقتي في الكونتاكتنج بورشن. تمام، التركيه دي فيها ميوكوزا، ميكوزا يعني فيها ابيثيليوم لاين. ابيثيليوم لاين ده مش هنقول السودو سترافاتو كلامينر سيلز ابيثيليوم ويز جوبلت سيلز، لا هي بصراحه غير الجوبلت سيلز، في خلايا تانية لقيناها غير الجوبلت سيلز اللي بتطلع ميوكوس، في كلامينر سيليت سيلز، دي خلايا طويله بس بتبقى فيها سيليا من فوق. خلاص، في خلايا تانية بنسميها البيزل سيلز، عاده بتبقى خلايا شورت، وبتبقى الفانكشن مين فانكشن بتاعتها بتبقى ستيم سيل. ونيورو اندوكراين سيلز، النيورو اندوكراين سيلز خلايا بتبقى عاديه خالص بس بيبقى ليها اندوكراين فانكشن، وبالتالي هلاقي فيها نسبه كبيره من السموث اندوبلازميك ريتيكولم، وهلاقي فيها نسبه من السكريتوري جرانيولز. تمام، الميوكوزا عباره عن ابسيليوم لاير، عباره عن لامينا بروبريا. مفيش داعي بقى ان انا اقول اللامينا بروبريا عباره عن كونكتيف تيشو، في بلاد فيزنر فايبرز ليمفاتيك، قلناه مش هنقعد نعيد كل شويه، وفيها شويه من الالاستيك فايبر بيبقى محوط الايه اللامينا بروبري. تمام، تاني طبقه بعد الميكوزا تحتيها طبقه تانيه من اسمها تحتيها يبقى السب ميكوزا، يبقى تحت الميكوزا طبقه اسمها السب ميكوزا. برضو هقول لكم السب ميكوزا ده عباره عن كونكتيف تيشو لوز كونكتيف تيشو، هو بصراحه بيبقى فيه كونكتيف تيشو، بيبقى فيه شويه جلانس موجوده معاه. خلاص، الجلانس دي بتفتح فين يا جماعه؟ بتفتح في اليومن بتاع التراكي، يبقى السب ميكوزا كونكتيف تيشو، بس معلش هضيف شويه جلانس بسميها ميكسد جلانس موجوده في السب ميكوزا. يبقى قلنا تراكيه ميكوزا سب ميكوزا، في طبقه ثالثه بسميها كارتليج لير. الكارتليج لير ده بيبقى يا جماعه شكله غريب شويه، بسميه سي شيب، يعني سي شيب بياخد رينج انكمبليت رينج. طب ليه ربنا ما خلقش الرنج دي كامله؟ ليه سي شيب؟ ليه الكارتج ده سي شيب؟ عشان خاطر في ورايا اسوفجس، فلو التركيه دي كانت كومبليت كنا نيجي نبلع، كنا نحس في صعوبه في البلع، فسي شيب عشان ورايا ايه يا جماعه؟ ورايا الاسوفجس. خلاص، نوع الكارتج موجود هنا بسميه هايلاين كارتج، بسميه هايلاين كارتج. يبقى تركيه ميكوزا سب ميكوزا كارتليج لير، واخيرا في طبقه في الاخر بسميه ادفنتيش، ده برده كونكتيف تيشو بس بيبقى دينس. تمام، طيب ممكن نشوف الكلام ده رسمه، نشوف الكلام ده رسمه، ادي شكل التركيه. خلاص، التركيه دي مكمله معايا يا جماعه، دي شكلها بتبقى ايه؟ كامله كده، بس انا ده سيكتور صغير. اول طبقه من جوه بسميها ميكوزا زي ما انتم شايفين، عباره عن ابسيليوم لير سودو سترافايدو كلامينر سيلز بس جوبلت سيلز، تحتيها سب ميكوزا. خلاص، كل ده كونكتيف تيشو زي ما انتم شايفين كمية الجلانس اللي كنت بحكي عنها من شوية. بعد كده في الكارتليج لير، الكارتليج لير دي قلنا هايلاين كارتليج، هايلاين كارتليج بيبقى سي شيب، ما بي يعني الدايرة ما بتكملش معايا. في الآخر خالص بلاقي طبقة الإيه؟ الادفنتيش، ادفنتيش دي دينس كونكتيف تيشو موجود في اخر طبقه من ورا خالص. تمام، تمام. خلصنا التراكيه، ندخل على البرونكاي. البرونكاي يا جماعه اللي جوه، احنا خلاص عمالين ندخل جوه الرئه، كل شويه عمالين ندخل جوه الرئه، عشان كده سميناها انترا بالمينر برونكاي. عباره عن ايه؟ برضه نفس الكلام ميكوز، طب يا ابيثيليوم انت هتبقى ايه برضه؟ قال لك نفس الكلام سودو سترافيتو كلامنا،
بس معلش قبل كلمة goblets يا ريت تحطوا لي كلمة few goblets. حاضر هنحط كلمة few goblets. عايزه اغششكم حاجه واقول لكم يا جماعه ان احنا كل ما ندخل جوه 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 الجوبليسز عماله تقل لغايه ما الاقي في الالفيولاي ما ينفعش اسمع كلمه جوبليسز. جوبليت سيلز في الالفيولاي يبقى انت ما سمعتش المحاضره، يبقى دي كارثه. كارثه ان الاقي جوبليت سيلز في الالفيولاي، كارثه ليه يا دكتوره؟ لان الجوبليت سيلز طلع افرازات، انا اللنج جوه في الالفيولاي عايزه الدنيا تبقى كلير واضحه جميله نظيفه عشان اعمل جاز اكتشينج، مش ناقصه انك تحط سكريشن جوه. سكريشن مش هعرف اتنفس، الشخص ده هيموت على طول او هيصاب بمرض مش كويس. تمام، يبقى انا كل ما انزل تحت هتقول لي ايه الجوبليسز عماله ايه جرادولي ديكريس، بتقل كل مره. تمام، طيب البرونكاي ميكوزا، تحت الميكوزا في ايه؟ لازم بعد الابسيلم في ايه؟ لامينا بروبيا، نفس الكلام موجود في التراكيه. اللامينا بروبريا ديت ربنا خلقها فيها ليمفاتيك نيديولز. ليه ليمفاتيك نيديولز؟ اكيد ليه immunological function، اي حاجه مش كويسه انتيجين بيدخل تبتدي تعمل لها اتاك. تمام، اللامينا بروبريا دي يا جماعه في تحتيها طبقه من السموث ماسل بتبقى انسيركل اليومن حواليها. تمام، هندخل بعد كده على الطبقه الثالثه كارتريج لاير بتبقى برضه انكومبليت شيب، وفي بعد كده في الايه الادفنتيشيا بس تبقى دينس كونكتيف تيشو. تمام تمام، ندخل بقى جوه شويه نتكلم على البرونكيول. البرونكيول البرونكيول دي بتبقى حاجه فيري فيري فاين جدا وغلبانه جدا، ما كل حاجه تقول لك ما عنديش ما عنديش، نقول لها عندك كارتريج تقول لا ما عنديش كارتريج، طب عندك شويه جلاند لا ما عندكش شويه جلاند، ايه ده؟ امال انت بتتكوني من ايه يا برونكيول؟ برونكيوليتات انا بسيطه جدا، انا ما عنديش غير شويه ايبيثيليا. طب الايبيثيليم بتاعك السودو ستراتوري؟ لا 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 خالص، انا ما عنديش ده كله جدا خالص، انا ايبيثيليم رايق جدا وبسيط، اسمي سيمبل كولامينر ايبيثيليم سيليتد ويز. ايه ده الكلمه الغريبه اللي طلعت دي؟ دي اسمها كلارا سيلز، يعني ما ينفعش اقول كلمه جوبلت ابسوليوتلي، ما ينفعش. برونكيول هشيل كلمه جوبلت واحط كلمه كلارا سيلز. تمام، طيب يا ميكوزا يا بسيطه جدا، يا اللي بتقولي على نفسك بسيطه سيمبل كولامينر سيليتد ويز كلارا سيلز، تحتي كلامنا ابروبريا خلاص. وبعد كده في الماسل لير. تمام بس كده، لو في حته صغنونه كده من الادفنتيش يبقى ابسيليا ماسل لير ادفنتيش، برضو عايزين نتخيل شكلها برضو مش متخيلين. طيب احنا جبنا سيره خليه غريبه في النص كده، قلنا كلارا سيلز. الكلارا سيلز دي يا جماعه بتبقى موجوده في البرونكيول. تمام، الخلايا دي زي ما انتم شايفين بتبقى شكلها كولامينر سيلز وليها دوم شيب، بتبقى عامله زي شكل الدوم شيب كده خلاص في البرونكيول، وبتبقى لها شويه مايكروفيلاي صغيره شرشيب كده موجوده فوق. عرفناها ازاي؟ لانها خليه غريبه مش خليه عاديه، لانها مليانه بسكريتوري جرانيولز، مليانه بجرانيولز. جرانيولز يبقى انت عايزه تفرزي حاجه، اكيد هتفرزي حاجه. قالت اه هتفرز حاجه عباره عن جلايكوبروتين. طب يا كلارا سيلز ايه اللي تعبك؟ انت موجوده هنا هتعملي ايه؟ قالت لا ده انا بشوف اي توكسيك بيدخل جوه الاير بتاعنا خلاص، وبتعمله ديجراديشن يعني بتفتته. والله كتر خيرك كلارا سيلز. ده مش كده بس، ده في ناس بتقول الكلارا سيلز بتتطوع احيانا وتطلع السرفكتانت اللي بيطلع من اللنج. ايه السرفكتانت ده؟ هتستنوني دقيقه واحده بس وهكلمكم عن السرفكتانت. يبقى يا كلارا سيلز بتعملي ديجراديشن للتوكسيك وبتطلعي لي ايه؟ السرفكت. كتر خيرك كده على الحاجات اللي بتطلعيها. تمام، موجوده فين يا كلارا سيلز؟ موجوده في البرونكيولز. هو انا ممكن اجيب مثلا حاجه سؤال اقول برونكيول او كلارا سيلز موجوده مثلا تراكيه برونكيولز برونكس، تيجي الاسئله بقى كده. فانا عايزين يا جماعه الكلمات اللي بنقعد نركز عليها كده في المحاضره ناخد بالنا منها. تمام، اتمنى يا جماعه تكونوا يعني استفدتوا من الشرح النهارده، وان شاء الله تكون الامور بالنسبه لكم بسيطه. ثانك يو.